وأننا معنيون بالحفاظ على هذا البلد وعدم أخذه إلى الهاوية، وأن من يعمره بعد الهاوية هو نحن. تسارع مسار الأحداث في الفترة الماضية في ملف ترسيم الحدود البحرية، فبين مسيرات الحزب ورد الحكومة اللبنانية، كشفت مصادر صحفية أن المسيرات التي أطلقت السبت الماضي لم تكن العملية الأولى، بل سبقها عملية أخرى يوم الأربعاء. فما حقيقة هذه المعلومات؟ على السلطة السياسية اليوم أن تتلقف هذا العمل المقاوم البطولي. وفي السياق، روت مصادر مطلعة للأخبار مسار الأحداث منذ الإعلان عن العملية، إذ فقد الأمريكيون صوابهم وكثفوا اتصالاتهم للاستفسار عما جرى، مؤكدة أن المسيرات التي أطلقت السبت الماضي لم تكن العملية الأولى، بل سبقتها عملية أخرى يوم الأربعاء. تقول للوسيط الأمريكي أنه نحن لدينا من القوة اللي أظهرتها المقاومة اللي منقدر نمنع العدو من أن يستخرج من حق الكريش. كما أكدت معلومات المصدر نفسه أن أطلاق المسيرات جاء رداً على أمرين: الأول الجواب الذي نقلته السفيرة الأمريكية دوروثي شيا إلى الرؤساء الثلاثة، الذي رأى فيه الحزب وعدد من المعنيين بالملف جواباً شفهياً قابلاً للتأويلات والتفسيرات، فضلاً عن أن الأجوبة التي أعطتها السفيرة الأمريكية لم تكن مطمئنة ولا شيء فيها نهائي. الأمر الثاني هو محاولة الاستفزاز التي لجأ إليها العدو الإسرائيلي بإضاءة شعلة الغاز، وهذه الخطوة تتم للإشارة إلى بدء الاستخراج. حزب الله كان موقفه المبدأ دائماً أنه يقف خلف الدولة في المفاوضات، في حين كشفت جريدة الأخبار أن رسالة أمريكية وصلت إلى بيروت مساء أمس تؤكد أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي لا يريدان التصعيد وهما ملتزمان مسار التفاوض. حزب الله عمل بالأيام الماضية ما يشبه مناورات بحرية وبرية، نوع من إرسال رسالة للإسرائيلي أن نحن جاهزون. وفي سياق متصل، علمت السياسة الكويتية أن السفيرة الأمريكية ستجول على كبار المسؤولين اللبنانيين حاملة معها رسالة شديدة اللهجة من حكومة بلادها بأن الترسيم قد يصبح في مهب الريح نتيجة ما أقدم عليه حزب الله، وبالتالي فأن المطلوب خطوات عملية لوقف تكرار إطلاق المسيرات، لأن ذلك بمثابة لعب بالنار لا يمكن للبنان تحمل نتائج تداعياته. وأشارت المعلومات إلى أن واشنطن تعتقد أن ما قام به الحزب كان بناء على أوامر إيرانية بعدما رفضت الولايات المتحدة الشروط الإيرانية في محادثات الدوحة.